الغضب لا استطيع ان اكلمك اكثر مما قلت لك، لان يعني لا نقوم بالعمل. بالنسبه للملفات بالوكاله، القانون ينص في الانتخابات الرئاسيه ان توضع الملفات بالانتخابات التشريعيه، يضعها راس القائمه، او الثاني في حاله المانع وفي الانتخابات الرئاسيه يضعها مترشح. واضح؟ اذا كان كيفاش نقولوا في القانون الاجتهاد مع صراحه النص، عندما يكون النص صريحا الاجتهاد مع صراحه النص. شكرا بارك الله فيك.